لازلنا أيضا مع حضراتكم في إطار هذه المتابعة المستمرة لتداعيات هذا الحدث، حدث قطع العلاقات بين عدد من الدول الخليجية ومعهم مصر وليبيا واليمن مع نظيرتها في الدوحة. لمزيد من المتابعة ينضم إلينا الآن السفير محمد العرابي وزير خارجية مصر الأسبق. سيد السفير، أهلا بحضرتك. أتحدث عن الواقع المصري، ما هي الاعتبارات التي نظرت إليها مصر وهي تقدم على هذه الخطوة، ولا يبدو أن لمصر باع طويل في مسألة قطع العلاقات مع دول عربية؟ أنا أعتقد أن قمة الرياض الأخيرة اللي حضرها الرئيس الأمريكي، أعتقد أنه كانت مصر يعني فاض بها الكيل زي ما بنقول، وحدة الخطاب اللي ألقاها السيد الرئيس هناك وإشارته بدون يعني ذكر أسماء للدول، أعتقد أن هي كانت يعني دي نهاية المطاف وبداية اقتحام جريء لمشكلة الإرهاب في المنطقة، ب يعني تشخيص للامراض او تشخيص للحاله، وايضا وضع سيادته في كلمته علاج لها. وبالتالي انا اعتقد ان قمه الرياض دي كانت نقطه التحول، حتى في لو هتلاحظ حضرتك في استقبال خادم الحرمين لامير قطر في تلك القمه كان استقبال فاتر بخلاف ما تم اثناء استقباله للقاده العرب الاخرين. أنا أعتقد أن قمة الرياض هي التي بدأت هذه يعني الحالة الجديدة ضد هذه الدولة، وأيضا توقيع الاتفاق الخاص بتتبع الأرصدة المالية اللي بتحول لدعم الجماعات الإرهابية، أعتقد أن ده كان ضد مصالح قطر وضد رغبتها، وده تم الاتفاق أو تم توقيع هذا الاتفاق ما بين دول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة الأمريكية في قمة الرياض. وبالتالي أنا أعتقد أن قطر أصبحت يعني بتشعر بأن هي دخلت في حلقة جديدة مكشوف فيها الغطاء عنها، وأيضا أعتقد أنه التحذير الأمريكي من البيت الأبيض منذ عدة أيام بأن قطر يجب أنها تلتزم بما تم الاتفاق عليه في قمة الرياض، أعتقد أن هذه كل دي يعني ظروف جديدة. سعد السفير، أعطت يعني أنا سؤالي لمحاولة التعرف على الاعتبارات المصرية التي جرى استيفاؤها قبل اتخاذ هذا القرار مرتبط بأنه ومنذ 2013 ومصر تقول أنها تتحمل ما لا طاقة لأحد به، وبأنها تحملت الكثير من الدوحة، لماذا بعد قرابة الأربع سنوات أو يزيد تتخذ مصر قرارا يبدو وكأنه قرار جماعي مع المملكة العربية السعودية والبحرين والإمارات مثل هذا القرار؟ ما الذي تغير؟ الذي تغير هو مدى التنسيق المصري مع دول مجلس التعاون وبشكل خاص مع المملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين والكويت وغيرها من الدول. أعتقد أن هو ده اللي أضاف يعني قوة إلى القرار المصري، لأن مصر قدمت في الفترة الماضية أدلة وبراهين وافية بأن فعلا دولة قطر بتقوم بدعم مجموعة كبيرة من الجماعات سواء كانت في مصر أو في خارج مصر مثل ليبيا على الأقل، وهي طبعا بتهدد الامن القومي المصري بشكل مباشر. وبالتالي انا بقول لحضرتك انه مصر بعد في قمه الرياض دخلت في مرحله جديده في التعامل مع الارهاب بشكل يعني في اقتحام اكثر جراه من الفتره السابقه، وبالتالي كان من الضروري ان احنا نوقف هذه الدول التي تمول الارهاب بشكل واضح وصريح وبسرعه وبالتنسيق مع دول شقيقه موجوده في المنطقه. سيد السفير، أين تقف الولايات المتحدة الأمريكية في هذا الخلاف أو في هذا الإجراء، وهو إجراء يبدو أنه ليس هينا بحال من الأحوال، وكل أطراف المشكلة حلفاء لواشنطن، ما الذي ستفعله الولايات المتحدة الأمريكية؟ يعني طبعا أنا أتفق معاك أن كل الأطراف حلفاء لواشنطن، ولكن الولايات المتحدة أعتقد عن طريق البيان اللي صدر من وزير الخارجية هناك حاولت أن هي تكون في موقف مش هقول لك المحايد ولكن على الأقل البعيد عن الانحياز عن مع طرف ضد طرف، ويمكن نتفهم هذا الموقف نتيجة وجود قاعدة عسكرية كبيرة على الأراضي القطرية، ومن الصعب أن الولايات المتحدة أنها تأخذ قرار حاد ضد دولة قطر الآن نتيجة وجود هذه القاعدة واحتياجها لهذه القاعدة وصعوبة نقل القاعدة من دولة قطر إلى دولة أخرى، لأنه طبعا وجودها في قطر ده في حد ذاته له هدف استراتيجي أمريكي طبعا موجه إلى إيران، وده الغريب في الأمر أن دولة قطر تحتمي الآن بإيران وفي نفس الوقت بتحتضن قاعدة أمريكية كبيرة هي في الأساس موجودة في هذه المنطقة لمواجهة إيران.
لماذا بدأت المواقف الخليجية من قطر في هذه المرة؟ يعني عندما اتخذ الخليجيون قرارهم بسحب السفراء من الدوحة كان القرار أيضا قرارا جماعيا، لكن هذه المرة يبدو أن القرار أكثر حدة، أكثر تشنجا، منع خطوط الطيران من الانتقال من وإلى الدوحة، منع حتى بعض الطائرات أو الطائرات خطوط الطيران الجوية القطرية من العبور حتى فوق المجالات الجوية لهذه الدول. لماذا بدأ القرار في هذه المرة أكثر حدة؟ أنا أعتقد أن القرار له شقين، شق سياسي وشق اقتصادي، وأعتقد أنه يجب عشان يكون في فعالية للشق السياسي أن تكون هناك وطأة اقتصادية وضغط اقتصادي على الدولة اللي أنت بتنشد أن أنت يعني تحرك شيء داخلها أو تحرك سياستها في الاتجاه المواتي لك. وبالتالي أنا أعتقد أن ديت كانت خطوة حكيمة أنه يكون في قرار سياسي اللي هو قطع العلاقات واستدعاء السفراء، وأيضا قرار اقتصادي من المؤكد أنه هو بيلمس الشارع القطري وبيلمس الاقتصاد القطري، وده في حد ذاته قد يؤدي إلى يعني قدر من الضغط ممكن يحرك الأمور في الاتجاه الإيجابي فيما بعد. السفير محمد العرابي وزير الخارجية المصرية الأسبق منضما إلينا على الهواء مباشرة ومتحدثا عن تداعيات هذا القرار الذي تم اتخاذه من عدد من الدول العربية بقطع علاقاتها مع النظام القطري. شكرا جزيلا لك.